عم محمد؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. السلام يا رب. بسم الله. برا على الشارع؟ اه. بس واقف عشان انا انزل اصلي. زادت يا استاذ محمد؟ لا لسه برضك يعني تيجي وتروح يعني مثلا. ما بين كام وكام؟ يعني كده الاشاره هي بتيجي مثلا 80 وبتطلع 99 وتنزل تاني، كده 98 وتنزل تاني. اه يبقى انت عندك مشكله هنا في السلكه دي يا استاذ محمد. تمام. كده كام؟ بتطلع كده 99 ونزل تاني. اخر واحد على ايدك اليمين فوق اهو، تمام. وده اموس اوتبرد اللي هو القمر الاوروبي، استرا القمر الالماني. ليه هو عامل كده؟ علشان يجمع اكتر عدد من الامار اللي بتجيب له القنوات المشفره اللي يقدر يتفرج منها على المباريات. فبالتالي المنظومه طبعا زمان كان في مواتير بقى وطبق كبير ولازم يطلع وينزل ويروح ويجي مين. انما اختصار التطور خلى الموضوع اختصر بقى كده زي ما انت شايف بقى. هنزل انا طب ما ترن عليا ولا حاجه ولا شوف. انا دلوقتي بظبط القمر الالماني اللي هو استرا 19 اللي عليه الباقه الفرنسيه اهو اهو كده. انا قربت جامد على القطعه اهي كده، ما بقتش تتحرك لان الاول كانت بتتحرك خالص اهي. ده كده افضل ظبطه ليها على القمر. القمر ده اللي هو القمر الاوروبي اللي يكون منتصف الطبق ده اللي بيكون متركب على ده الدراع ده اللي هو ده المنتصف او البقره بمعنى اصح. اهي دي البقره كده اللي بتبقى بين المسامير دي كده بقره القمر بالظبط بيكون عليها القمر ده اللي هو الاوروبي. اقدر بعدين ان انا اشكل بقى اللي انا عايزه، يعني ممكن اجيب النايل سات هنا كده زي ما هو موجود ماشي، وبعدين منه القمر الاسرائيلي او القمر الاموس. ممكن احط قمر تاني هنا لو انا عايز، بس عشان الجهاز ده او ده الباقد ده